تنبيه: الطاقم الطبي لحماية مرضى القلب والشرايين يحذر من كمية الضحك التي قد يتسبب بها مسلسل شلة عطلة. استعدوا الآن لمواجهة مسلسل شلة عطلة. يا شباب، نبغى نسوي مسلسل إذاعي ويكون كده خفيف ولطيف ويناقش هموم الناس. ايش قلت يا أسامة القس؟ أنا موافق، ليش لا؟ وانت يا عبد الله أحمد؟ أنا أكيد موافق ما دمت أنت معي يا هاشم الأهدر. طيب مين كمان نبغى معانا؟ اقترحوا لي أسماء. أقترح الممثلة سارة الجابر. وأنا أقترح الممثلة سمر فرج. وأنا أقترح الممثل محمد الكريديس. طيب مين حيكتب العمل؟ ما في غيره، فايز الخلف. طيب مين راح يخرجه؟ ما في غيره كمان، ضيف الله الرازحي. حلو، يلا خلينا نشوف إيش يطلع معانا اليوم. افتح الباب يا اخي، اصبر شوي هذاني جيت. هلا والله، هلا بالزين كله، هلا بالسلطان النسخة السعودية. يا اخي وخر شوي. معك حميد، انا من اعز اصدقاء عطلة واقرب شخص له، قسم بالله اني ما اكذب عليك، حتى روح اسأليه هو يقول الصدق. وانا طلال 0501 والباقي بكتب لك اياه على طرف الباب. المهم لا تصدقين، انا من اعز واقرب اصدقاء عطلة مو حميد ده. وهل يخفى القمر، اعرفكم زين من غير ما تقولون. حميد وطلال شلة عطلة المطفوقة. المهم خلصوني، وش تبون جايين من صباح الله خير؟ جايين نسأل وندور على عطلة، له كم يوم مختفي ما جال استراحة وجواله مقفل. لحظة أبي طلع من جيبي، لحظة شوف، يمكن في الجيب اليمين. لا لا لا، مو في الجيب اليسار يمكن. اي والله تسوين فينا خير، تعبنا وحنا ندور عليه ما نحصله. تستهبل انت وياه، عطله مو في البيت. مو في البيت؟ أجل وين مختفي كل هالمدة؟ في أم رقيبة. أم رقيبة؟ ايه أم رقيبة، مشارك هناك في سباق الهجن ومزايين الأبل. هذه يا شباب الناقة اسمها البطحة حقت صاحبي متعب. ما شاء الله تبارك الله. وهذه يا طويلين العمر والسلامة اسمها الزين حق صاحبي مشعل. ما شاء الله تبارك الله. وهذه عاد حبيبة قلبي، ناقة اللي راح أشارك فيها بكرة في سباق الهجن، واسمها الشقرة. ما شاء الله. إيش قلت؟ ناقتك؟ إيش بكم يا عيال؟ هذه ناقتي واسمها الشقرة. ترى نحس بأختك شوية تضحك معنا وتمزح معنا، في السالفة جد. ايوه يا ابويا من جد، وانا مشارك في هذا السباق. يا رجال خل عنك مزيين لبل ولا يكثر، ومشينا استراحتنا بس الوقت تأخر. يا ابويا هلكتني في لا يكثر حقتك عادي، مدري ليش ما انتوا راضين تصدقوني. طبعا ما حنا مصدقينك، يوم تقول البطحة وما بطحة حقت اخويا قلنا اوكي، اما تقول لي شقرة وناقة ولك لا عاد هذه ما تصدق. والله براحتك انت يا حميد وطلال، صدقتوني كان بها، ما صدقتوني طيروا عن وشي. أقول إذا أنت صادق قول لنا من دبرت الفلوس والدراهم عشان تشتري هالبعير. بعير؟ صوتك اللي زي البعير، بعدين اسمها ناقة، تعلم يا جاهل. إيش بك؟ أنا بعت كل أملاك أبويا وتسلفت عشان أجيب فلوس هذه الشقرة. من جدك؟ بعت أملاك أبوك عشان تشارك مزين لبل؟ يا أخي كان جبت الفلوس واشتريت لنا الصراحة بدل ما تشتري هالشقرة حقتك. بكرة لما أفوز يا جاهل أنت وهو راح تشوفوا الملايين كيف تمطر علي، وراح أذكركم من هو عطلة. وعلى كم البعارين يسمونها يا عيوني؟ والله يا مسعود تقريبا 10 ملايين، 30 مليون، مليار، مدري كم بالضبط. يا الله يا رب انك تثبت علينا العقل والدين، كل هذا عشان بعرون؟ اسكتي يا ام سعود، المصيبة اذا صار في ناقة اخوي عطلة شيء والله ان يفقد عقله وصوابه، لان دفع كل اللي وراه دونه فيها. واخوك هذا اللي ما يتسمى عطلة ليش يلبس ثوب مهو بثوبه؟ وش دخل عطلة اصلا المطفوق هذا في البعارين وسواليفها؟ والله اني قلت لها الكلام، لكن كل ما قلت له قاعد يقول لي
يلا طيري عن وشي. وإيش عرفك هذه علوم الرجال والدلال والقبائل؟ شو سوي له هذا؟ والله إنها الدلال والقبائل بتنكسر بكرة إن شاء الله فوق راسة. وقولي قولي أم سعود ما قالت. يا عيوني يا الله وش ذا الحر يا عطلة. أصبري أصبري كده سوير، دحين حيبدأ السباق وتشوفي ناقة الشقرة كيف. الله يهديك، بس ما لقيت اللي تجيبنا هنا؟ أحمد يا ربك يا شيخ أني جبتك بالواسطة في منصة أعضاء الشرف، أنت وجارتنا أم سعود الطقاقة. كفو كفو والله. لا 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 لا. كفو يا أم سعود، بيض الله وشك يا شيخة. ما شاء الله عليك يا عطلة، الحين يعني إذا فزت يعني بتجيك ملايين كثيرة، يعني بتجيك فلوس كثيرة يعني ولا إيش؟ إيوة إن شاء الله إن شاء الله أفوز، وبإذن الله راح أشتري لك طيران جديدة يا أم سعود، بس خليني أفوز بإذن الله. من جدك راح تشتري لي طيران؟ والله والله إنك كفو يا عطلة يا عيوني. إيوة يا أم سعود من جدي وعمي وخالي كمان، إيش بك؟ أنا عطلة والأجر على الله. غريبة، فين الشجرة ما أشوفها معاهم؟ خير يا عيال؟ الشجرة ما هي في السباق؟ والله يا عطلة ما ندري من وين نبدأ بالسالفة الصراحة. تكلم وش فيه؟ إيش اللي صاير؟ نبيك تمسك أعصابك ولا تتهور. يا واد قول ترى قلبي حيوقف، أهرج يا حميد أنت وطلال. خلاص ما عاد لا في شجرة ولا هم يحزنون. بح بح، ليش؟ ايش اللي صار للشقرة عشان تقولوا لي هذا الكلام؟ والله يا عطلة صاد هذا شو اسمه اللي يسمونه نفوق الابل وماتت. يعني خلاص ما عاد في لها ملايين وما في اي حاجة. يمه بسم الله على اخوي، ليصير في شيء؟ لا تقولون عاد طارت الملايين ولا عاد في لها الشقرة ولا السمرة. قلتها لك يا عطلة لا تلبس ثوب مو بثوبك، لكن ما في حد سمعني. يا رجال لو انك اشتريت لنا استراحة ما كان احسن لك من الهياط ذا كله. زي ما قال الشاعر، الناقة ولا السيارة، ولو طول المسراح، الخيمة ولا العمارة، دامي معك مرتاح. استنوني بكرة مع عطلة وشلته. يلا مع السلامة.